فلترة احنا شايفينها هنا اسبوع وشهر وسنة. خلال الفلترة هذه الارقام اللي ظاهرة عندك راح تتغير، اللي تشرح لك اجمالي الايرادات المدفوعة، واللي تشرح لك مجموع الطلبات اللي وصلتك المفروض خلال الفترة اللي انت مفلترها، وهذه مجموع المنتجات اللي مفعلة عندك في السيلر لاب او كمتجر. وتقييمك الحالي يبدأ عندك من 3.5 أول ما ينشأ معك الحساب أو المتجر، ويبدأ يرتفع معك على حسب شغلك في النظام والمستودع. طيب، الخانة اللي تحت هذه راح تشرح لك طلبات المخزون. طبعا في طريقتين أنت تقدر تشتغل فيها، تقدر تشتغل من مستودعك الخاص مثل ما احنا بنرمز له بالباك تو باك أو الكروس دوك، أو أنك أنت تشتغل بأنك تشحن البضاعة لمستودعات نون وتخلي نون تتعامل مع الطلبات والشحن والتوصيل وكل هالأمور. فالطريقتين هذه تقدر تشتغل فيها، لكن طلبات المخزون اللي راح تبين لك الأرقام هذه راح تكون خاصة بشغلك في مستودعك الخاص كباك تو باك أو كروس دوك مثل ما قلنا نرمز لها. فإذا أنت شغال باك تو باك أو كروس دوك راح يبين لك هنا كم طلب معلق عندك في النظام المفروض أنك أنت تقبله، وكم عندك من الطلبات في قائمة المنتجات المستلمة المفروض أن أنت قاعد تحضرها، وكم عندك في خانة جاهز للاستلام تم إنشاء رقم شحنة له من النظام المفروض أنك أنت توصله لمستودعات نو. راح ناخذ تفاصيل أكثر في طلبات المخزون وإحنا ماشيين في التدريب إن شاء الله. الخانة اللي تحت راح تشرح لنا طلبات تحميل او عدد تحميل الباركود اللي موجود. هذه كامل منتجاتنا اللي هي 2067 منتج، فالمفروض هنا عدد المنتجات اللي انا محدث عليها الباركود، لان آلية التسليم والاستلام راح تكون عن طريق الباركود. المنتج اللي ما راح يكون فيه باركود ما راح تقدر انك انت تسلمه لمستودعات نون، لان التسليم عن طريق سكان الباركود، فاذا ما عليه باركود ما راح يكون معرف بالنسبه لهم، فراح يرجعون لك من فحص الجوده. فضروري يكون عليها باركود. هنا راح يبين لك كيف البروسيس او البروجرس اللي انت ماشي فيه في تحديث الباركود. هذا عدد المنتجات، واللي راح يكون باللون الازرق عدد المنتجات اللي انت محدث عليها الباركود. فنسبه وتناسبا عندك هنا 98.2% اللي انت محدد عليه الباركود المفروض انك انت تستكمل او تستكمل الباقي. الايرادات راح يبين لك رسم بياني توضيحي كيف كانت الايرادات حقك خلال الفترة اللي انت مفلترها. فاذا ظاهر عندي هنا مثلا اسبوع او شهر او سنة، على حسب اذا فلترت سنة مثلا، في الايرادات تحت راح يكون الرسم بياني شهري نفس ما احنا شايفين، يبين لك بالنسبه للترند كيف ماشي طلوعا ونزول. هذا يا اخوان كان محتوى القائمه الرئيسيه مثل ما احنا شرحنا. مثل ما شرحنا القائمة الرئيسية قبل شوي، الآن راح ندخل على كيف نضيف منتجاتنا في النظام عندنا. إضافة المنتجات يا إخوان لها طريقتين، هي راح تكون من خانة السي اي المقصود فيها الكتالوج نفس ما احنا شايفين. إضافة المنتجات لها طريقتين راح نشرحهم بالدور، ولكن راح ناخذ الأسهل منهم. هنا عندنا قائمة منتجات الشريك، هذه المقصود فيها المفروض قائمة منتجاتك أنت، جميع منتجاتك اللي أنت تبيعها. وهذه الخانة فيها قائمة منتجات نون، المفروض أنها جميع المنتجات اللي يتم بيعها في منصة نون راح تكون متواجدة في قائمة منتجات نون. يعني ممكن نرمز لها على أساس يسهل معانا الشرح، بس نقدر نرمز لها كقاعدة بيانات لكل المنتجات اللي موجودة في نون بتكون موجودة في قائمة منتجات نون. طيب، قلنا ان اضافه المنتجات الان لها طريقتين، يا انك انت راح تبحث عن المنتج في قائمه منتجات نون اذا كان موجود، فراح تربط ربط على طول بقائمه منتجات الشريك، او ان اذا المنتج ما هو موجود في قائمه منتجات نون فراح تضيفه كمنتج جديد. راح ناخذ الطريقتين هذه. في البدايه راح نبحث اول شيء في قائمه منتجات نون. أول ما أختار من الـ CA قائمة منتجات نون، يفتح لك على طول محرك البحث هذا، يقبل معك اللغتين سواء عربي أو إنجليزي. تقدر أنك أنت تكتب في البحث هنا اللي أنت قاعد تبحث عنه كمنتج. خلونا نفترض أن أنا الآن قاعد أبحث عن آيفون، فمجرد ما أكتب كلمة آيفون راح يجيب لي
المنتجات اللي يكون مكتوب عليها كلمة آيفون في الاسم، نفس ما احنا شايفين المرفقات حق الآيفون بالأجهزة بأكثر من صفحة بتكون موجودة هنا، فكل ما نزلت كل ما أعطاني تفاصيل أكثر. فالمفروض أني أنا أحدد في البحث أو أعطي البحث تفاصيل أدق على أساس يجيب لي بس الأشياء اللي أنا قاعد أبحث عنها. مثال الآيفون، الآن راح أكتب 8 مثلا راح يجيب لي آيفون 8، لكن لسه في أحجام وفي ألوان وفي تفاصيل مختلفة. لو حددت 64 جيجا على سبيل المثال راح يجيب لي الآن بس اللي مكتوب عليه 64 جيجا، لكن لسه ما حددت لون أو حجم، فبالتالي لسه في اختلاف. فالمقصود أنك أنت لازم تعطي تفاصيل أدق للبحث على أساس أنه يحاول يعطيك قائمة أقل لكن أدق باللي أنت قاعد تبحث فيه عنه. فراح نختار سبيل المثال أن هذا هو منتجنا اللي إحنا قاعد ندور عليه. هنا عندك المواصفات اللي تكون موجودة في الكرتون على سبيل المثال من ورا، فتقدر تقرأ المواصفات اللي موجودة هنا في النظام والمواصفات اللي موجودة عندك أنت كمنتج، لازم تكون متطابقة على أساس أنه يكون نفس المنتج بالضبط. إذا في أي اختلاف في المواصفات فمعناها ترجع تبحث مرة ثانية في قائمة منتجات نون، يكون المواصفات مطابقة للمنتج اللي معك. في حال أن المواصفات مطابقة تماما تقدر أنك أنت تربطها الآن من قائمة منتجات نون لقائمة منتجات الشريك، وتصير أنت كشريك معنا تقدر تبيع نفس هذا المنتج. فهذه المواصفات اللي موجودة هنا بالموديل نمبر بالمشغل بالحجم باللون اختلاف البيانات او التفاصيل. في الخانة اللي تحت هنا في عندنا شيء مكتوب عليه الاس كي يو اللي هو الرقم، هذا يبدأ عندك بحرف ال. الاس كي يو هذا يا اخوان نقدر نرمز له بانه رقم المنتج او رقم القطعة الخاص بنون. يعني سبيل المثال لو نسخنا هذا الاس كي يو وجينا على قائمة منتجات نون، قال اكتب ايفون 8 وكل التفاصيل اللي احنا كتبناها في البحث، لو نسخت بس نفس الاس كي يو هذا او الكود مثل ما رمزناه له راح يجيب لي بس القطعه هذه. فهو رقم تعريفي في النظام انه يكون هذا رقم القطعه ورقم المنتج. طيب هنا طالب منك خانه بانك انت تعطينا رقم مشابه له، الرقم المميز للشريك الاس كي يو. اذا عندك انت نفس الفكره هذه، عندك سيستم معين، عندك نظام معين انت شغال عليه، يكون في كود يرمز لهذا المنتج تبغى تربطه معانا في نون بكره تسوي حساباتك عليه او لاي غرض اخر، تقدر تحط نفس كودك الخاص هنا. واذا ما عندك كود تقدر تنسخ نفس الكود حق نون وتحطه هنا راح يقبل معك. مجرد ما تعبي خانة الكود هذه، ضرورية طبعا ما نقدر نسوي لها سكيب، مجرد ما تعبي خانة الكود هذه بكودك أو بكود نون إذا ما عندك كود وتنسخه هنا، تضغط إنشاء راح ينربط معك المنتج من قائمة منتجات نون لقائمة منتجات الشريك مثل ما قلنا، يفتح معك صفحة تلقائية نفس الصفحة هذه اللي احنا فيها الآن. هنا راح يكون عندك المنتج غير نشط وما راح يكون في أي تفاصيل في المنتج. المفروض أن الآن أنربط عندك من قائمة منتجات نون لقائمة منتجات الشريك، نبغاك تفعل المنتج وتبدأ تعطينا البيانات عنه. من هنا راح تنشط المنتج، بعدها راح نتكلم عن أول خانة الآن كم سعرك، سعر البيع اللي أنت حاب تبيع القطعة هذه فيه. طبعا هنا عندي الـ SKU حقك انت يا الشريك اللي هو الكود الخاص فيك، صورة المنتج اسمه، وهذا الـ SKU حق نون، وهذا اعلى سعر بيع للقطعة هذه نفسها من اعلى من اي بائع معنا في نون. فمثلا في 20 25 تاجر يبيعوا نفس القطعة، هذا اعلى سعر بيع فيهم كمرجع اذا انت حاب انك انت تستفيد منه. لكن طبعا ما انت ملزوم بالسعر هذا انك انت تكون بنفس السعر. طيب السعر الآن هنا مطلوب مثل ما قلنا سعر بيعك للقطعة، ولازم انك انت تراعي ان السعر اللي انت راح تحطه هنا راح يكون السعر النهائي للقطعة. يعني لو حطيت هنا سبيل المثال السعر 100، فاللي راح يتحصل من المشتري او اللي راح يدفع المشتري راح يكون 100 ريال نفس ما انت حطيت. فلازم تقرأ الرسوم والعمولات، ان شاء الله راح نرسل لكم اياها نهاية التدريب، لازم تقرونها بكل دقة قبل لا تبدأ تسعر أسعارك، لأن هذا راح يكون السعر النهائي، راح تدفع منه الضريبة ونون راح تاخذ العمولة والنسب من هذا المبلغ. فلازم تقرأ الأسعار قبل أو تقرأ العمولات والنسب والتفاصيل هذه قبل لا تسعر. طيب الخانة اللي تحت راح تقول لك
سعر التخفيض المقصود فيه سعر عرض أو تخفيض، إذا أنت حاب أنك أنت تسوي الخانة هذه اختيارية، ممكن أن أنت تكتفي بسعر البيع وما تعبي سعر تخفيض، أو إذا عندك تخفيض فعلا تقدر تعبي خانة التخفيض. لو نلاحظ هنا من بعد سعر التخفيض ما في أي بيانات تطلع للمخزون على طول، ولكن إذا حطيت هنا سعر تخفيض اللي هو العرض راح يفتح لك، عفوا راح يفتح لك الآن بعد ما أحط سعر العرض. أمسكه بشوي، من هنا كان السعر حطيناه 100 افتراضا، سعر التخفيض الآن حطينا هنا 80، راح يفتح لي على طول خانة يقول لي متى ابتداء عرضك ومتى انتهاء العرض. ما في عرض يكون مفتوح المدة، إذا كان مفتوح المدة فالمفروض أنك تشيل السعر من سعر التخفيض تحطه في سعر العرض، بعدين متى ما حبيت أنك أنت ترجع ترجعه تقدر تحط سعر ثاني، لكن دائما محطوط في خانة سعر التخفيض فمعناها لازم يكون في تاريخ ابتداء متى يبتدي عرضك ومتى ينتهي عرضك. فمثلا راح نقول أنه يبتدي في 11 نوفمبر وينتهي في 11 نوفمبر، فمدة عرضنا هو عرض لمدة يوم واحد نفس ما احنا شايفين هنا. فاللي راح يظهر الآن في الموقع أو التطبيق بأن السعر القديم راح يكون 100 ريال وراح يكون في عليه شرطة، السعر الجديد الآن 80، وراح يطلع لك على طول نسبة وتناسبا تلقائية في الموقع خصم 20% مثلا لو حسبنا فرق المبلغ. ممتاز، مجرد ما ينتهي مدة العرض أو تنتهي مدة العرض راح يرجع معك السعر تلقائي على السعر الأساسي اللي هو 100 بدون ما تسوي شيء في النظام. الخانة اللي تحت راح تتكلم عن المخزون، المربع هذا والجدول هذا ما راح يكون موجود عندك، راح يطلع لك علامة الزايد وبيكون مكتوب عليها إضافة مستودع. إذا ضغطت على علامة الزايد راح تختار مستودعك اللي أنت عرفته على السيلر لاب، والأرقام هذه راح تظهر لك ولكن أو البيانات هذه راح تظهر لك ولكن الأرقام راح تكون كلها أصفار. المطلوب منك في هذا المربع إنك هنا تكتب لي كم مخزونك للقطع هذه أو لهذا المنتج. من هذا المنتج مثلا أنا عندي مخزون 100 قطعة، بناء على الرقم اللي أنت راح تحطه هنا راح تستلم طلباتك، ما فيه أي مجال إنك أنت تستلم زيادة عن الرقم اللي أنت حطيته هنا طلب واحد. بمعنى إذا حطيت 100 ما راح يوصلني أكثر من 100، ما في مجال إني أستلم 101. تلقائي أول ما يخلص هذا المخزون راح يصير المنتج عندك غير نشط لعدم توفر مخزون، ترجع مرة ثانية تحدث المخزون يتنشط معاك المنتج وينعكس في الموقع ويبدأ يجيك عليه طلبات. فهذا من ناحية النظام، ولكن من ناحيتك أنت كبائع لازم تحرص أنك أنت تحط مخزونك الفعلي وليس رقم افتراضي عشان ما تطيح في خانة أنك أنت تبدأ تلغي طلباتك من النظام، وهذا الشيء راح يأثر عليك طبعا، راح يتسبب في أن طلباتك أو عفوا منتجاتك تتوقف من عندك من النظام، زائدا أن في غرامة مالية 3.5 على كل عملية إلغاء أنت تسويها. فبالتالي لازم تحط المخزون الفعلي اللي موجود عندك تفادي لكل هذا الموضوع عشان لا يتوقف من عندك المنتج زائدا الغرامات. الخانة هذه بتشرح لنا زمن التحميل، خلونا في البداية نشرح كيف راح يكون البروسيس قبل لا نشرح ايش زمن التحميل. أول ما يجيك الطلب فأنت راح تقبل الطلب، وبعدها راح تحضر الطلب وتجهزه وتغلفه، بعدين تحطه في جاهز للاستلام، يصدر له رقم شحنة، بعد كذا يجي المندوب يستلم الشحنة هذه منك، وما راح تروح دايركت على المشتري، لازم تمر أول شيء على مستودعات نوم. الغرض من انها تمر من المستودعات نوم في عندنا شيء اسمه فحص الجودة، لازم تنفحص جودة المنتج هذا، هل هو مطابق للي جانا عليها الطلب في النظام او لا، من ناحية اللون، الصورة، الحجم، المواصفات، البيانات كاملة. اذا كانت مطابقة فتعدي عندك من فحص الجودة، يتم إعادة تغليفها بتغليف نون بعدين تطلع للمشتري.
زمن التحميل الآن المقصود فيه هو من ما يجيك الطلب في النظام إلين يوصل عندنا لمستودعات نون لغرض فحص الجودة مثل ما شرحنا، كم راح ياخذ منك، بما في ذلك طبعا وقت التوصيل اللي هو للمندوب انه يجي ياخذ الشحنة ويوصلها لعندنا، او مندوبكم هو اللي بينزل الشحنة لمستودعات نون. في كل الأحوال الوقت هذا برضو داخل ضمن الزمن اللي انت راح تختاره. احنا نبغى من ما تستلم الطلب لين توصل لمستودع نون كم تاخذ منك، تقدر تختار من هنا يوم يومين 3 أيام 4 أيام، تقدر تختار اللي يكون مناسب معك ومريح. برضو لازم نحط في بالنا نفس فكرة المخزون، ان احنا نحط مخزوننا الفعلي من هنا، لازم نحط زمن نلتزم فيه، لان تأخيرك في التسليم برضو في عليه غرامات مالية وفي عليه ايقاف المنتجات. فبالتالي لازم تختار وقت يكون جدا مريح معك، تقدر تسلم خلاله وتقدر تلتزم فيه. فبدال مثلا ما اختار بنفس اليوم، ممكن اختار يومين على اساس اني انا اخذ راحتي مره في اني انا اوصل الطلبات. الخانه اللي تحت هذه راح تشرح لك الباركود. طبعا مثل ما قلنا الباركود اساسي في عمليه التسليم والاستلام، بدون الباركود ما راح يتم استلامه منك في مستودعات نون، راح يرفضونه على طول رفض من فحص الجوده ويرجعون لك اياه مره ثانيه. فكيف نقدر نعبي الباركود؟ الخانة هذه الزرقاء ما راح تكون موجودة. أول ما تضيف المنتج هنا في البيانات راح يكون عندك أدخل الباركود. الباركود طبعا اللي هو الرقم التسلسلي اللي يكون موجود عندك في المنتج نفسه. فالخانة هذه قلنا ما راح تكون موجودة، هي حاليا موجودة لأن المنتج اوريدي مضاف، لكن بالطبيعي كإضافة منتج جديد ما راح تكون موجودة. تجي هنا راح تدخل الباركود اللي موجود عندك كرقم تسلسلي، تضغط على إضافة باركود، كذا راح ينضاف الباركود معك، بيظهر معك بنفس الشكل هذا. معلومات إضافية ألا وهي الضمان. الضمان بالنسبة للضمان يا إخوان، احنا عارفين أن المنتجات اللي محدودين عليها في الضمان من وزارة التجارة هي منتجات إلكترونية بشكل عام، وضمانها يكون 2 سنين. فما تقدر ان انت مثلا تبيع اي منتج الكتروني وتحطه بدون ضمان، او الضمان شهر، المنتج تلقائي راح يصير عندك غير نشط لان الضمان غير مطابق. فبالتالي لازم تحط للالكترونيات ضمان 2 سنين. ما دون ذلك وما دون ما نص عنه وزارة التجارة بشكل عام في الضمانات، تقدر تحط الضمان اللي موجود عندك، او اذا ما فيها ضمان تقدر تحط بدون ضمان. ولكن الفكرة في الضمانات ان انت راح تلتزم بمدة الضمان اللي انت راح تحدثها هنا كضمان على المنتج. وبالنسبة لآلية الضمانات، طبعا في حال المشتري رفع طلب للضمان للاسترجاع أو الصيانة، احنا ناخذ القطعة من المشتري ويتم إعادتها للبائع. يعني المشتري ما راح يروح مثلا يتابع حاسبات العرب أو أي وكيل على أساس إنه يشوف إيش فكرة الضمان، هل راح يستبدله أو راح يسوي له صيانة. احنا ناخذ القطع من المشتري ونرجعها للبائع، البائع هو اللي يحل مسألة الضمان بأنه يستبدل القطعة أو يسوي لها الصيانة. في حال كانت صيانة فبالتالي راح يعطينا مع القطع بعد ما يخلص الصيانة، راح يعطينا معها تكنيكال ريبورت اللي هو تقرير إيش كانت المشكلة بالضبط وكيف حلوها، على أساس أن احنا بناء عليها نقدر نرجع المنتج للمشتري. ممتاز. طبعا لك مدة راح تكون مدة 14 يوم في حال في أحد رفع طلب الضمان، راح يكون لك من ما تستلم القطعة 14 يوم. خلال 14 يوم استبدلت القطعة أو سويت لها صيانة، ممتاز. إذا ما استبدلتها ولا سويت لها صيانة، راح يتم في اليوم 15 على طول اتخاذ إجراء بأن احنا راح نرجع المبلغ للمشتري، مبلغ الشراء، وراح يتم اختصامه منك أنت. ممتاز. من هنا عندنا ملاحظة عرض. إذا عندك أي ملاحظة عرض تسويقية، ملاحظة عرض إضافية تبان للمشتري حاب إنك أنت تكتبها، تقدر تضيفها هنا. إذا ما عندك الخانة هذه اختيارية، تقدر تخليها فاضية اللي يريحك. بعد هذه الخطوات اللي احنا شرحناها يا اخوان، معناها ترجع مرة ثانية تتأكد من التفاصيل انك انت عبيتها. السعر اساسي، سعر التخفيض اختياري، المخزون هذا تعبيه في حالة انت قاعد تشتغل كباك تو باك او كروس دوك، بمعنى من مستودعك الخاص. اذا انت راح تشحن البضاعة للاف بي ان، فمعناها ما يحتاج انك انت تحط اي تفاصيل في الخانتين هذه. ممتاز. المخزون هذا راح نعبيه بس اذا كنا قاعدين نشتغل في الباك تو باك او الكروس دوك.
ننزل تحت الباركود وحدثناه، ننزل تحت نشوف الضمان، الضمان إذا كان عندنا حطيناه، ما عندنا خليناه بدون ضمان، وملاحظة العرض اختيارية إنك تعبيها أو تخليها فاضي. بعد كذا تسوي سبمت أو حفظ، راح ينحفظ معك الطلب ويبان عندك بهذا الشكل في قائمة منتجات الشريك. هنا راح يبين لك الاس كي يو حقك يا شريك، صورة المنتج واسمه، الاس كي يو حق نون. هذه راح تكون أول خانة، هذه راح تكون مخزون الكروس ستوك اللي هو الباك تو باك، مستودعك الخاص، كم عدد البضاعة اللي موجودة في مستودعك. مخزون الاف بي ان، اذا عندك شيء مشحون في مستودعات نون من نفس هذه القطعة راح يبين لك الرقم هنا. مثال شوف اذا فيه مثلا، هذه خلينا نفترض ان هنا 10 بدل الصفر، فراح يبان لك ان في الاف بي ان عندك 10 وفي الكروس دوك عندك 12. اذا ما في اصلا راح تكون فاضية، اذا كان في وخلص راح يبان لك هنا صفر. السعر، طبعا السعر راح يكون سعر واحد سواء كانت بضاعتك في الاف بي ان او الكروس دوك، سعر البيع راح يكون سعر واحد. اخر تحديث سويته انت على هذا المنتج بالتاريخ والساعه، الحاله، حاله المنتج عندك في النظام، هل هو نشط او غير نشط، حاله او حاله نون، راح يبان لك حاله القطعه والمنتج هذا في الموقع والتطبيق. فالمفروض اذا بياناتك صحيحه وادخالاتك صحيحه وكل شيء ماشي معك تمام، المفروض يبان لك هنا نشط ويبان عندك فعال. طيب ايش راح يصير اذا بان عندك هنا غير نشط او غير فعال؟ ايش قد تكون المشكلة في النقاط هذه؟ كيف تقدر تراجعها؟ تقدر تدخل على المنتج نفسه بدال خانة العرض اللي احنا كنا قاعدين نشتغل عليها في السعر والتفاصيل اللي اخذناها قبل شوي، ادخل على خانة الحالة. في خانة الحالة راح يبين لك هنا بعض النقاط، وراح يبين لك هنا علامات إذا كانت صحيحة ومكتملة بشكل صحيح، أو راح يكون في عندك علامات خطأ أو إكس هنا، فتقدر تفهم المشكلة اللي موجودة عندك في القطعة هذه تابعة لأي نقطة. بعضها راح يكون واضح عندك وباين، مثال السعر صحيح، ممكن يكون ما في سعر فيبان لك هنا خطأ، ممكن يكون لازم في عليه ضمان وأنت ما حطيت الضمان، راح يبان لك هنا خطأ. فبعض النقاط راح تكون واضحة معك، والبعض اللي ما راح يكون عندك مفهوم تقدر تتواصل مع دعم البائعين في أي وقت، تعطيهم الاس كي يو حق القطعة ورقم المتجر على أساس يشوفوا لك المشكلة بالضبط في المنتج هذا إيش، وراح يفيدونك. من هنا راح تقدر تشوف الحالة هل هو فعال ولا لا. إذا كان واضح إنه فعال، لو تضغط عرض على موقع نون بيبين لك القطعة الآن في الموقع الرسمي كيف ظاهرة، وعندك إضافة إلى العربة وأمورها طيبة. إذا كان غير فعال، هنا راح يعطيك تنبيه إنه عفوا المنتج غير متوفر. طيب ناخذ الخانات الثانية هذه، بما أن جينا هنا حالة التخفيض، راح تبين لك إذا عندك أي تخفيض أو أي عروض أو أي إيفنتات أنت مشترك معنا فيها في نون، راح يبين لك هنا حالة التخفيضات اللي أنت مسويها لهذا المنتج. المحتوى راح يبين لك عملية الربط اللي انت سويتها المفروض على المنتج من قائمة منتجات نون لقائمة منتجات الشريك. احنا المفروض ربطنا هذا المنتج بناء على الاس كي يو والبراند هذا، اذا سوينا عليه فصل فكأنك الغيت الربط هذا او كأنك حذفت المنتج من عندك. اذا حاب ترجع تشتغل فيه فلازم ترجع تسوي مرة ثانية ربط من اول وجديد. فعملية الفصل أشبه ما يكون بأنك أنت حذفته، إذا حاب توقفه مؤقت وترجع تشتغل مرة ثانية تقدر تسوي نشط أو غير نشط، ولكن فصل هو أشبه ما يكون لعملية حذف. راح يبان عندك المنتج في قائمة منتجات الشريك، ولكن الحالة بدال فعال أو غير فعال اللي شرحناها قبل شوي بيبان عندك غير مربوط. السجلات راح يبين لك تاريخ القطعة هذه اللي صار معك في المتجر. هنا خلونا ناخذ المخزون مثالا، راح يبين لك هنا سجلات المخزون، هذا المفروض الستوك عندك في الكروستوك، وهذا المفروض عندك زمن التوصيل او زمن التحميل اللي شفناه يومين، وهذا الاي دي اللي سوى عندك التحديث هذا بهذا التاريخ وهذه الساعة، وهذا كان اللي قبله. يعني مثال كان عندي انا الستوك 48 وزمن التوصيل كان 3 ايام، وكان مسويه اليوزر اللي هو انس. اذا عندك اكثر من يوزر يستخدم نفس السيلر لاب عندك، تقدر طبعا تسوي التاسيس هذا، تتصل على دعم البائعين عشان ينشئوا لك يوزرات. ففي حال عندك اكثر من يوزر راح يبان لك
مين اليوزر اللي سوى التحديث هذا. ف48 والبروسيس تايم كان 3 ايام، وكان مسويه انس في هذا التاريخ وهذا اليوم. بعدها تغير عندي صار 48، ولكن البروسيسنج تايم قل، بدل 3 ايام صار يومين، فجاب لي في السيستم ريكورد جديد واللي سوى التغيير مثلا احد. فبناء على كذا راح يجيب لك سجلات المخزون، كل ما سويت اي تحديث جديد راح يعطيك ريكورد جديد. نفس الفكرة في سجلات الرقم المميز للشريك، ولكن راح يتكلم معك في الخانة هذه على السعر، سعر العرض، متى يبتدي متى ينتهي، والضمان. أي شيء من الثلاث أشياء هذه أو إذا تغير عندك راح يعطيك السيستم على طول ريكورد جديد، مين اليوزر اللي غيره بأي تاريخ. سجلات التخفيض نفس فكرة حالة التخفيض، ولكن راح يعطيك سجلات التخفيض كاملة اللي أنت سويتها على هذا القطاع. ممتاز. فراح نبحث الآن مثل ما قلنا على منتج ثاني وثالث ورابع من قائمة منتجات نون، إذا لقيناها راح نربطها في قائمة منتجات الشريك بنفس الطريقة اللي احنا سويناها قبل شوي. إذا ما لقينا المنتج طيب في قائمة منتجات نون، كيف نقدر نضيف المنتج؟ راح الآن ناخذ طريقة ثانية، إضافة المنتج كمنتج جديد مثل ما قلنا. بحثنا في قائمة منتجات نون ولا لقينا المنتج، فبالتالي راح ننزل تحت على المدخلات على أساس نضيف المنتج معنا كمنتج جديد. نضغط على المدخلات، نختار إدخال جديد من النوع الرئيسي، نختار إضافة منتج جديد، ومن النوع الفرعي نختار إنشاء NIS. إنشاء NIS المقصود فيها New Item Sheet، هو عبارة عن إكسل شيت أنت راح تستخدمه عشان تحط البيانات حق المنتجات الجديدة اللي أنت حاب إنك أنت تضيفها. قبل لا يقول لك نزل الملف، راح هنا يعطيك أول شيء 3 أنواع تخصيص المفروض أنت تسويها على أساس الإكسل يحاول يكون مختصر معك في نفس مجال البيع حقك. فعندي التخصيص الأول راح تتكلم فيه عن الكاتيجوري، إيش المجال اللي أنت قاعد تبيع فيه. عندنا مجالات كثيرة هنا، راح تختار المجالات: كاميرات، كتب، جوالات، اكسسوارات، عطور، ميك اب، ايش مكان المجال راح تختار من هنا. ممتاز. وبعد كذا بتخصص التخصيص الثاني والثالث بناء عليه. يعني مثال عندي التخصيص الاول كاميرا، التخصيص الثاني يقول لي كاميرا ولا العدسات، فراح اختار منهم اي واحد على حسب الخانات اللي راح تطلع لك. بناء على التخصيص الاول راح يطلع لك خانات في التخصيص الثاني، وبناء على التخصيص الاول والثاني راح يطلع لك خانات معينة في التخصيص الثالث. فراح تختار من القوائم اللي راح تطلع لك بناء على مجالك. بعد كذا يعطيك خيار يقول لك نزل ملف في الإكسل. نزل ملف في الإكسل معنا، نضغط على التالي. المفروض أننا راح نتصفح من هنا ونرفع الملف، ولكن لسه ما بعد اشتغلنا عليه. قبل لا نشتغل عليه يهمك أن أنت تقرأ حول ونصائح ومعلومات هامة على أساس تاخذ فكره ايش المطلوب في عمليه الرفع وايش فكرتها. ولكن اعمده الادخال هي مهمه جدا ان انت تنتبه لها. اعمده الادخال راح تعطيك 3 نقاط نفس ما احنا شايفين. الاعمده اللي بتكون باللون الاخضر ضروريه انك انت تعبيها، ما تقدر تسوي عليها سكيب. الاعمده اللي تجيك باللون الازرق راح تكون مقترحه بشده انك انت تعبيها في حال كانت مطابقه لمنتجك. الأعمدة اللي بتكون باللون البرتقالي راح تكون اختيارية إذا حاب إنك أنت تعبيها أو تسوي لها سكيب. بعد ما شفنا 3 نقاط هذه راح نفتح الآن الإكسل ونشتغل عليه. كبرنا الخانات، الآن عندي 3 صفوف أساسية راح نتكلم عنهم، وراح يكونوا هم اختصارا لكيف أقدر أعبي الإكسل هذا. الصف الخامس هذا راح يتكلم لك نفس فكرة أعمدة الإدخال اللي كانت هنا باللون وبالكلمة. إذا كانت أخضر مكتوب عليها مندوتري معناها أساسي، إذا كانت بالبرتقالي ومكتوب عليها أوبشنال معناها اختياري، وإذا هنا ظهر لي بالأزرق على سبيل المثال وكان مكتوب عليه هايلي ريكومندد فهو مقترح بشدة. فهذا راح يبين لك أهمية الإدخال، وهنا راح يقول لك نوع الإدخال اللي أنت راح تسويه. في عندنا 3 أنواع من الإدخال: دروب داون، نمبر، وفري تكست. الدروب داون معناها إذا جيت هنا أكتب أي شيء ما راح يقبل معاي وراح يرفض النظام، لأنه لازم أختار من القائمة
اللي راح تكون صادرة. طبعا القائمة ما هي ظاهرة لأنه لازم تبدأ من اليسار إلى اليمين، فراح أختار من هنا لأن دروب داون، راح أختار من هنا لأن دروب داون، وفي الخانة هذه بناء على الاختيارات طبعا راح يظهر لي قائمة أختار منهم. قوائم يا إخوان طبعا تختلف على حسب التخصيص اللي أنت سويته في الإكسل قبل الخطوة هذه. طيب بالنسبة للنمبر، فبرضه إذا جيت هنا أبغى أكتب أي شيء ما راح يقبل معي، راح يرفض لأن نوع الإدخال هو عبارة عن أرقام، فبالتالي لازم أجي هنا وأدخل أرقام. النوع الثالث من الإدخالات اللي هو الفري تكست، فمعناها هنا أقدر أكتب أي شيء أنا حاب إني أنا أكتبه، راح يقبل معي نظام الكتابة. فثلاث أنواع: دروب داون، نمبر، وفري تكست. على حسب اللي ظاهر عندك هنا راح تعبي الخانات اللي راح تجيك تحت. الرقم 7 أو الصف رقم 7 هذا راح يبين لك مثال على إضافة منتج كامل متكامل. إحنا الآن في كاتيجوري الكاميرات طبعا، فهنا عندي خطوات إضافة منتج كامل نوع معين من الكاميرا معبي لك كل الخانات سواء اختيارية أو إجبارية، راح يبين لك الخانات هذه معبات، فتقدر إن أنت ترجع للمثال على أساس تستوحي منه ايش المطلوب انك انت تعبيه. طيب بعد كذا طبعا راح نقرا العناوين اللي ظاهره عندنا هنا، بناء عليها نعبي الخانات اللي موجوده. فهمنا ان الاخضر اساسي وان البرتقالي اختياري، واذا في ازرق فمعناها مقطع. نمشي في الخطوات، بناخذ كم خطوه على اساس بس ناكد المعلومه. اخترنا من هنا دروب داون، قرينا الاسم فاميلي طبعا المفروض مقصود فيه هو الكاتيجوري، فاخترنا الكاميرات بناء على القائمه اللي راح تطلع لنا من الدروب داون. نفس الفكره في البرودكت تايب هو دروب داون، فاخترنا من القائمه ايش اللي راح يطلع لنا، راح نختار منه بناء على المنتج. البرودكت سب تايب برضو نفس الفكره، راح نختار من القائمه وهو دروب داون. لكن اذا ما فهمتوا ايش المقصود بالكتابات هذه او المسميات هذه، مثال الجي تي اي ان، احنا شايفين انه ارقام، وشايفين في المثال انه الادخال ارقام، وان المفروض ادخل هنا ارقام، ولكن ماني فاهم ايش الجي تي اي ان. لو نقدر نركز في الخانات في الصف الثامن، في عندنا نقاط حمراء في الخانات، لو وقفنا عندها فراح يبين ان في ملاحظة مكتوبة الجي تي اي ان ما كنا فاهمين ايش المقصود فيه، ولكن الان موضح لنا بانه هو الجلوبال تريد ايتم نمبر او سلاش الباركود، فعرفنا ايش نوع الرقم او ايش هو الرقم اللي المفروض ان احنا نعبيه في الخانه هذه، يا الجلوبال تريد ايتم او بنفس المعنى اللي هو الباركود حق القطعه، فراح نعبيه في الخانه هذه. فطبعا كل النقاط هذه راح يكون فيها نقاط حمراء، تقدر توقف على اي شيء وتقرا الملاحظه اللي مكتوبه على اساس تاخذ وصف اكثر ايش المقصود فيها. country of origin إذا وقفنا على الملاحظة بيقول لك بلد التصنيع. ممتاز، فتقدر توقف على النقاط كلها وتشوف الملاحظات المكتوبة. قاعدتك الأساسية الأخضر يتعبى والبرتقالي اختياري، حاب تعبيه أو تسوي الاسكيب. والمثال دائما تستند فيه مثال براند، ما فهمت إيش المقصود، قريت الملاحظة وشفت المثال ففهمت الآن إيش المفروض إني أنا أكتبه، البراند حقي كان. ممتاز، تمشي على هذا الاكسل بناء على نفس الآلية، تشوف المثال وتشوف الملاحظة، الاخضر يتعبى ضروري والبرتقالي راح يكون ثانوي او اختياري. الان هنا طالب منك وصف، فراح تعطيني 3 مواصفات للمنتج. كيف المواصفات؟ نستوحي من المثال هنا قاعد يقول لك تصوير الكاميرا هذه تصوير سينمائي في إضاءة خافتة تحت أو دقة كذا في كذا، فبالتالي المفروض أني أنا أعطيه 3 مواصفات تخص المنتج اللي أنا قاعد أضيفه ككاميرا، مثلا دقتها كذا، مواصفاتها كذا، مميزاتها كذا. طالب مني 3 بناء على أنه بختار 1 و2 و3، ولكن 4 و5 راح تكون اختيارية. حاب تعطي مميزات أو مواصفات أكثر تقدر تحط، ما أنت حاب راح تكتفي بال3 أعمدة اللي بالأخضر. نفس الفكرة في الصور، في المثال معطيني الصور عبارة عن رابط، فالمفروض أن الصور اللي أنا راح أقدمها هنا راح تكون روابط. إيش نوع الروابط هذه؟ أي رابط، ولكن الفكرة أنه يكون الرابط عندك يكون رابط عام، ما يحتاج تسجيل دخول أو
متابعة أو أي شيء من الأشياء هذه، يكون رابط عام، نضغط على الرابط تفتح معنا الصورة، ولكن في مواصفات معينة مطلوبة للصورة، كجودة الصورة، كأنه الخلفية تكون بيضة، كنسبة المنتج في الصورة، فالمواصفات اللي احنا طالبينها للصور راح نرسل لكم اياها ان شاء الله برضو في نهاية التدريب على الايميلات. ولكن المهم ان احنا نتابع او نركز في المواصفات المطلوبة للصور، زائدا ان الرابط معانا يكون رابط عام. طالب منك الان 3 روابط، فتقدر تحط 3 صور وأربعة وخمسة وستة وسبعة اختيارية، حاب تضيفها تقدر تضيفها، حاب تسوي لها سكيب اللي يريحك، ولكن هنا الثلاثة هذه أساسية لأنها باللون الأخضر. وطبعا ما ينفع أن تكون أو يكون نفس الرابط هذا أكرره أكثر من مرة، كإكسل راح يقبل معك عملية الرفع، ولكن فريق المحتوى راح يرفض معك الإكسل أو المنتج هذا، لأن الصور عندك مكررة، فلازم تكون صور مختلفة. فتقدر تحول الصورة إذا كانت موجودة عندك في السيستم، تحولها من صورة إلى رابط، تقدر ترفعها في جوجل درايف، تقدر تعطينا إياها من جوجل، تقدر تعطينا مثلا موقع الشركة إذا الصور موجودة عندك في الموقع اللي يكون مريح معك، أهم شيء يكون رابط عام. أتمنى فكرة الصور تكون وضحت معكم. بناء على كذا يا إخوان، إحنا خلصنا النقاط في الإكسل، القاعدة الأساسية اللي هي إذا كان عندك بالأخضر لازم يتعبى، وإذا كان عندك بالبرتقالي فهو اختياري، حاب تعبيه أو تتجاهله. طيب كذا الآن نفترض أن احنا أضفنا منتج كامل، صار عندي منتج. طيب أنا لسه عندي منتجات ثانية تابعة لنفس الكاتيجوري، طبعا تقدر تضيفها كاملة تحت بعض في نفس الخانة. طيب نفترض أن مثلا هذا الآن هو عبارة عن جهاز آيفون، اللون هنا أحمر، فمعناها راح أضيف نفس المواصفات هذه في الخانة الثانية، راح يكون اللون أصفر، اللون هذا أسود، اللون هذا أبيض. المقصود أنه إذا عندك اختلاف في الألوان، عندك اختلاف في المساحات، عندك اختلاف في بعض التفاصيل، راح تضيفها كلها على أنها منتجات جديدة، كل واحد فيهم مختلف عن الثاني، لأنه لازم يكون في له SKU أو كود منتج مختلف، ويكون له باركود مختلف. أي اختلاف بين قطعتين فهذا بالنسبة لنون منتج مختلف عن الثاني. فهنا راح تقدر تضيف منتجاتك كاملة اللي تخص نفس الكاتيجوري أو المجال حق البيع. إذا عندك تخصيص ثاني، كاميرات خلصتها ضفت 20 منتج، ولكن أنت برضو تشتغل على إكسسوارات الجوالات، فبالتالي راح تستخرج ملف ثاني يخص الجوالات أو الإكسسوارات، وتبدأ تعبي الخانات وتضيفها فيه. ما ينفع ان احنا نحط مجالين او اكثر من مجال بشكل عام في نفس الملف، ممكن يكون المجال واحد ولكن البرودكت تايب او البرودكت سب تايب يكون مختلف شويه، فبالتالي على حسب اذا ظاهر لك هنا في الخيارات فتقدر تختار، لكن اذا مجال البيع والنشاط كامل مختلف فلازم تستخرج ملف ثاني. بعد ما تخلص ادخالاتك تحفظ الملف، ومثل ما قلنا كنا المفروض نجي لهذه الخانة نتصفح الإكسل من عندنا من النظام أو السيستم ونسوي إرسال. مجرد ما أنت ترسله، المفروض أنت رفعت الطلب الآن، راح ياخذ معنا وقت، ممكن ياخذ كحد أقصى إلى 40 يوم، ممكن أنها طبعا تخلص قبل، ولكن نعطيكم 40 يوم كموعد أقصى أن المفروض أنه يكون خلص أنت أو إضافة المنتجات الجديدة. اللي راح يصير الان في البروسيسنج هذا، بانهم اول شيء راح يترجمون المحتوى، لان ادخالاتك كلها راح تكون بالانجليزي، الاكسل ما راح يقبل معك ادخالات بالعربي. راح تدخل ادخالاتك كامله بالانجليزي، فريق المحتوى هو اللي راح يترجمها. راح يتاكدون بان المنتجات اللي انت مضيفها في الاكسل هذا تابعه لنفس مجال الاكسل اولا، الصور اللي انت مضيفها مطابقه للمواصفات، وبرضه روابط عامه نقدر ندخل عليها، وراح ينشؤون SKU خاص للمنتج هذا او القطعه هذه اللي انت طلبت اضافتها. طبعا في النهايه بعد ما يكتمل معك الملف، اضفت مثلا 20 منتج، بعد ما يكتمل راح يرسلوا لك 20 SKU اللي هو رقم المنتج على الايميل حقك، بانهم اضافوها الان في قائمه منتجات له. في البدايه انت بحثت عنها وما لقيتها،
فطلبت اضافتها، ارسلوا لك 20 اس كي يو بعد ما اضافوها وقالوا لك ترى الان موجوده في قائمه منتجات نون بنفس هذه الاس كي يوهات اللي احنا ارسلنا لك اياها، فالمفروض ان انت ترجع تبحث مره ثانيه في قائمه منتجات نون، ولكن بدل ما تكتب المواصفات او الاسم تقدر تكتب الاس كي يو على طول، تنسخه من الايميل وتلصقه في قائمه منتجات نون، على طول يطلع معاك منتجك تطابق المواصفات اللي انت ادخلتها والصور البيانات كامله، تحط الاس كي يو حقك يرتبط معك في قائمة منتجات الشريك، وترجع مرة ثانية نفس ما شفنا في المثال الأول بالضبط، تنشط المنتج وتبدأ تعبي البيانات هذه مرة ثانية بعد ما تسوي حفظ كذا الآن أضفت المنتجات. فبالطريقة هذه يا أخوان احنا أخذنا الطريقتين، يا أني أبحث على طول على قائمة منتجات نون إذا لقيت المنتج أضيفه مع قائمة منتجات الشريك، أو إذا ما كان موجود عندي في قائمة منتجات نون راح أروح للمدخلات إدخال جديد، بعدين اختار اضافه منتج جديد وان اي اس، اعبي الاكسل شيت وارفعه، بعد ما يخلص البروسيسنج تايم حق فريق المحتوى بيرسلوا لي الاس كي يوهات الخاصه بالمنتجات هذه، ارجع مره ثانيه ابحث في قائمه منتجات نون واضيفها لقائمه منتجات الشريك بنفس الطريقه الاولى. طيب بكذا